واضح ان في تغير نوعي في الكلام، لان النهارده المرحله المكالمه مع بين الباشمهندس محمود طاهر رئيس الوزراء. والمهندس شريف اسماعيل كانت واضحه جدا ان انا مش مخالف للقانون، وهات الخبراء اللي عندك في الوزاره في مجلس الوزراء، اديهم اللائحه وشوف ان انا مخالف ولا مش مخالف. اللائحه هو مش عنده بنود اكتر من حقي في اللائحه. فطبعا دي حسمت امور، لكن سيبقى ان انت عندك ازمات. حل هذه الازمات جميعها انك انت النهارده تقول لكل الخصوم شكرا، انا وصلت الرقم اللي انا عايزه في اول يوم. احنا حاليا كابتن ابو حميد لغايه الساعه 4 8000 عضو حتى الان، 8000 عضو يعني باقي 4500 عضو، ويكتمل النصاب القانوني في اليوم الاول. انت مين قال لك ان هم 8000؟ لما انا عرفت. انت بتاخد معلومات من ورايا؟ بص اقول لك على حاجه، اختيار النادي الاهلي لمدينه نصر ليها سلوط فيه، ان الكثافه هناك في مدينه نصر. مش لسه 8000 بس عشان تبقى المعلومات دقيقه. لا هم 8. يعني علشان ما نقولش الناس ممكن تكسل، يعني الارقام انا اعرفها اقول لك. بس هم 8 يعني. هقول لك ان شاء الله. لا ده حتى 8 يبقى اقصى، يعني احنا بنحفز الناس ان احنا نوصل للرقم. هو 8. لا احنا عايزين اكتر من 12 ونص كمان. ماشي، بس انا بتكلم دلوقتي احنا 8. هو ليه مجلس الاهلي اختار مدينه نصر في الاول بصفه ان هي مقر رئيسي، وده من خطابات رسميه مش فكره ان هو الاهلي راح مجلس الاداره راح مدينه نصر. عفوا، اختيار الاهلي مجلس لمدينه نصر طول عمرها مظلومه. وانت حضرتك عضو في النادي الاهلي من زمان، وبتقول لو انت كنت شفت خدمات في اهل مدينه